أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف النجار وقال: عرف متى ومرقس الإنجيليان يوسف بأنه نجار، وقد مارس يسوع أيضاً مهنة أبيه. وكان الخشب في زمن يسوع يستخدم ليس فقط لصنع أدوات الحراثة والأثاث بأنواعه، ولكن أيضاً لبناء البيوت. لذلك كلمة نجار كانت صفة عامة تشير إلى كل من الحرفيين الذين يعملون في الخشب وأعمال البناء. هذا الواقع في حياة يوسف ويسوع جعلني أفكر في كل العمال في العالم، وخاصة الذين يقومون بأعمال شاقة في المناجم وفي بعض المصانع، والذين يستغلون في عمل غير مصرح، والأطفال الذين يجبرون على العمل، والذين ينقبون في مكبات النفايات للبحث عن شيء مفيد يبيعونه. وأفكر أيضا في الذين ليس لديهم عمل، والذين يشعرون بحق أن كرامتهم مجروحة لأنهم لا يجدون عملا. وقال قداسته: نحن لا نأخذ بعين الاعتبار بشكل كاف هذه الحقيقة، أن العمل عنصر أساسي في الحياة الإنسانية وأيضا في مسيرة القداسة. فالعمل ليس فقط لتحصيل الدخل الكافي، إنه أيضا مكان نعبر فيه عن أنفسنا ونشعر فيه بأننا مفيدون، ونتعلم فيه هذا الدرس أن الحياة عمل، فنساعد حياتنا الروحية حتى لا تصبح روحانية خيالية. ومع ذلك للأسف غالبا ما يكون العمل رهينة الظلم الاجتماعي، وبدلا من أن يكون وسيلة للأنسنة يصبح وسيلة لتهميش الإنسان.